شوفوا هذه أول طلبية وصلتني، طلبتها من هوم سنتر. طلبت كرسيين أو ثلاثة كراسي، والله ماني فاكرة كم كرسي مع الطاولة. هذا شكل الطاولة، إن شاء الله دحين حنركبها وبعد كذا حطها في الغرفة تشوفوا شكلها. كنت أبغى لون أبيض وما لقيت صراحة. هو كان فيه لون أبيض الطاولة والكراسي، وكان فيه لون رمادي برضو طاولة وكراسي. المهم إني قعدت أتلكع أنا وأسأل وأشوف أماكن ثانية لو كان فيه أشكال أحلى وزي كذا، بس عبال شفت كل شيء لما رجعت للموقع لقيت ما شاء الله الطاولة البيضة خلاص انتهت. بعد كذا اضطريت إني اشتريت الرمادية. المهم فطلبتها، فهذه أول طلبية وصلت من هوم سنتر، باقي طلبية إيكيا. شوفوا هنا كل الأشياء اللي نشتريها جديدة أحطها هنا في مكان واحد في نفس الغرفة، بس في مكان واحد عشان لما نيجي نرتب الغرفة خلاص تكون كلها قدام عيني، فاهمين؟ هذا اشتريته من إيكيا اللي يتحط تحت السجادات عشان ما تتحرك، لأنه حقت حمود في غرفته كل شوية تتحرك من مكانها. فشفت هذه عند أحمد النقلي جالس يتكلم عنها وقال إنه مرة مفيدة من إيكيا، فحجربها اليوم إن شاء الله في سجادة 30. ان شاء الله انها تفيد، لانه مره يطفش لما كل شوي تتحرك من مكانها. وبس والله حنبدا نفكك الاشياء ونركبها، وبعد ما نخلص حوريكم الغرفه بعد. في الغرفة، طبعا هذه غرفة بعد ما انتهينا منها مو تماما لسه باقي اغراض، بس المهم انه الشكل العام خلاص تقريبا هذا هو. طولت مرة عبال نزلت الفيديو لانه انا خلصت الغرفة يوم 1 رمضان، اول يوم رمضان انتهيت من الغرفة تماما. لهم 3 اشهر حاليا يستخدموها. كان من اجمل القرارات صراحة اللي اتخذتها هذا الركن اللي هنا او الدولاب اللي هنا، والله شايل العاب مرة كثيرة وشرطت عليهم لاتينو لين انه
يلعبوا زي ما يبوا، بس اهم شيء بعدين كله يحطوها في البوكسات حتى لو كانت مو مرتبه يعني من جواتها، اهم شيء جوات البوكس. فهذا الشيء ساعدني ان الغرفه دائما تكون نظيفه. طبعا سويت غرفه بهذا الشكل، يعني هذا الترتيب اللي انا اخترته. في ترتيب ثاني اقترح علي دحمي اللي هو الدولاب حق المطبخ، اللي هو المطبخ يعني عفوا، احطه هنا يعني بشكل حرف L وأشيل النبتة. يعني الاقتراح اللي كان في رأي دحمي إنه هذا النبتة اللي هنا أشيلها والدولاب حق المطبخ أجيبه بحرف L كده. إيش رأيكم أوريكم الشكل؟ دقيقة حطها أوريكم. وهذا الشكل الثاني للمطبخ اللي حيكون زي كده على شكل حرف L جوا. بالنسبة للمساحة هذا أفضل لأنه هنا حيكون في مساحة، بس بالنسبة لشكلياً أنا شفت إنه الأول أفضل يعني مع النبتة، ولا المطبخ يكون كده هنا؟ فانتوا قولوا لي رايكم ايش الاحسن، كده او كده. وطبعا اكيد راح اخذ براي الاغلب. وكمان هنا خلف التلفزيون حاسه انه هذا المنطقه هذه يعني مره فاضيه، فحجيب ممكن لوحات ممكن ماني عارفه، بس ححط حاجه هنا. بالنسبه لمكتب التلفزيون انا كنت قاصده صراحه انها تكون زي كذا بهذا الشكل، انه فاضيه ما حطيت فيها اكسسوارات ولا اشياء كثيره. ليش؟ لانه لاتينو لين لسه في مرحله انهم جالسين ما شاء الله بيشتروا العاب لسه، واشتروا اشياء لاتين، تشتري مره اشياء مره كثيره للغرفه. زي حاليا هذا قبل كم يوم وصل لاتين، جابت له هو مرت عمها اللي هي سلفتي، جابت لها بيانو كان عيد ميلادها، جابت له هو هديه فحطيته هنا، ما له مكان وما يدخل في البوكسات الصغيره اللي هنا، ما يدخل جواتها، فقررت ان احطه هنا. فهذه كانت فكرتي. كل مره لسه حيكون عندهم اشياء، ولسه قريب كمان حي ان شاء الله حيكون عيد ميلاد لين، اكيد حيجيبوا لها هدايا واشياء. فعشان تكفي الغرفة خليت مكتب التلفزيون، يعني لا تحسبوا المكتب التلفزيون فاضية، أنا كنت قاصدة أن أخليها فاضية، بس هنا صراحة ما كنت قاصدة أن أخليها فاضية، يعني ورا التلفزيون حابة أنه أجيب أشياء أشتريها، بس ما لقيت إلى الآن حاجة يعني دخلت مزاجي. الغرفة كاملة متكاملة بذوق لاتين، في كم حاجة بذوق لين، بس أنه الأغلب كله بذوق لاتين. يعني مثلا ألوان لاتين هي اللي اختارت أنه يكون الغرفة كاملة بأبيض ووردي، اختارت مثلا الأشياء الطفولية زي مثلا هاي الدودة، اختارت الدبدوب اللي هنا، اختارت المطبخ، المطبخ بذوقها، وكمان اختارت الطاولة ولا اللي هو ايش هذا حقه الشاهي هذه. يعني في اشياء كثيرة كانت باختيار لاتين. الأشياء اللي ما اختارتها لاتين اللي هي الهدايا، زي الأسرة، الأسرة هدية من جدتهم اللي هي أم زوجي، وكمان التسريحة هذه كمان هدية من عندها، فهذه ما لاتين ما اختارتها. يعني في تفاصيل فاهمين إنه في أشياء اختارتها لاتين وأشياء لا، بس الأغلب عامة الغرفة كاملة بذوق لاتين. وبس والله طبعا ما حكثر كلام في الفيديو، فحرجع هذه زي ما كانت حاليا وأرجع لكم. وبس يا حلوين هذا كان كل شيء الفيديو اليوم. لا تنسوا تكتبوا لي رأيكم تحت في التعليقات، وقولوا لي على موضوع المطبخ هنا كده أو الشكل اللي قبل شوية سويته أحلى. واستنوا الفيديوهات الجاية، الفترة هذه فاضية جدا 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 لليوتيوب إن شاء الله، فحتشوف فيديوهات مرة حلوة. ولو ما تابعتوني على السناب تابعوني، لأنه هناك أنا أخذت اقتراحات البنات، والفيديوهات الجاية إن شاء الله كلها حتكون باقتراحاتكم. وكمان تابعوني على التيك توك، حأحط لكم حسابي كمان حق التيك توك، كمان حنزل مقاطع يومية في التيك توك. وبس والله هذا كان كل شيء الفيديو اليوم، أشوفكم على خير في الفيديوهات الجاية، ومع السلامة.